سته ديال النصائح باش نصوبوا واحد الحمام عصري في لا مودرن. اول حاجه المرايه اللي نستعملوها تكون دائريه ما تكونش هكا مربعه. ثاني حاجه نستعملوا الوان محايده ما يكونش فيهم الزواق، ما بقاوش نديروا بانو فلون وبانو فلون وارض فلون، يكون كل شيء في لون محايد. الاكسسوارات تكون مغيره، يعني نديروها اما في الكحل اما في الدوغي، ما بقاوش نديروا هكا روبينيات عاديين والاكسسوارات عاديين. رابع نقطه وهي لو موبل ولا هذاك الموبل ديالنا يكون سسبوندو، وكذلك هذوك الفاسكات يكونوا محطوطين فوق الموبل. كنعرف بان بزاف كيبغيوهم اونكاستري، ولكن انا كنعطيكم نصائح باش يكون حمام عصري. خامس نقطه وهو الجليج يكون مات، ما يكونش بغيون يعني لامع، ويكون لون محايد ويكون هكا اما فرمادي ولا هكا في الباج مغلوق، كل ما كان لون مغلوق فكيجي زوين. وسادس نقطه واخر نقطه وهما استعمل لي فاسك يكونوا دائريين ولا كاري، ما نستعملوش اوفال يعني هكاك على شكل بيضه، فكل ما كان كاري ولا مضايق فكيكون المنظر ديالو زوين وهكا كيكون محطوط على الفاسك. هادو هما ست نصائح مهمين من بغيو نصوبوا واحد الحمام عصري.